تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيرفي برشلونه اللي بتجيكم مني انا محمد عوه بالتعاون مع برشلونه نيوز في الفيسبوك. حلقتنا اليوم بعد تعثر برشلونه مع الافيس، التعثر اللي برجعنا لكلام حكيناه في الحلقه الماضيه عن تشافي لما تكلمنا انه اعتبرنا اقاله كومان مجرد خطوه، مش شيء يدعو للاحتفال ابدا، مش شيء يدعو للفرحه ابدا، لانها مجرد خطوه بتخليك تفتح المجال لمدرب ممكن يبدا يشتغل. فطبيعي جدا ما تتوقع تشوف اثر سحري بيوم وليله وتشوف فريق غوارديولا بيرجع يلعب، طبيعي جدا تعاني لعند ما ترجع لمكانتك. مباراه اليوم كانت بقياده سيرجي بارخوان، زي ما بنعرف وهو لاعب سابق لبرشلونه ورجل متشرب بثقافه النادي كويس جدا. اخر الحلقه ححكي عن تخوف عندي، بس اخر شيء بنرجع له لانه في دور المحقق كونان مش وقته، خلينا نحكي في المباراه اكثر، بس خليكم معي للاخر عشان تعرفوا شو يعني عندي شيء بفكر فيه. المباراه اليوم اجت على ملعب حزين، ملعب تقريبا اكثر من نصه فاضي. كان بلو مش حلو، هو فاضي ابدا، وهو نص فاضي ابشع من انه فاضي بدون جمهور زي ايام كورونا. نص فاضي معناها الجمهور قادر يجي بس ما بده يجي، رساله حزينه لواحد من اهم مسارح لعبه كره القدم. الافيس رغم ترتيبه السيء، رغم انه احد الفرق المرشحه للهبوط في نهايه الموسم، بنتكلم عن فريق محقق 9 نقاط من 10 مباريات، لكن المزاج الجيد اللي تكلمت عنه سببه انه 6 نقاط من هالتسع نقاط تحققوا اخر مباراتين، فهو جاي في حالة إيجابية، في حالة نتائج إيجابية، فبيحاول يلعب. على مسألة إنه برشلونة لسه ما تعافى، نحاول نخطف منه نتيجة طيبة في ملعبه. في الحقيقة سيرجي ما كان عنده كثير خيارات يفكر فيها شو بده يلعب، الخطة وضع نفسها بنفسها في ظل الإصابات الكثيرة اللي موجودة في برشلونة. فشفنا 4-3-3، شفنا ديباي ببلش جناح أيسر، ديست يمين، وأجويرو مهاجم، وشفنا في الوسط جافي بجانب نيكولاس جونزاليس وخلفهم بوسكيتش، وما دون ذلك من جيزا على اليمين وألبا على اليسار وإريك غارسيا مع بيكي. يعني خطة وضع نفسها بنفسها، ما عنده خيارات كثير في مين يبلش. في أشياء صارت في أرض الملعب، في تغييرات صارت على شكل الفريق، نهج الفريق، هذا الشيء واضح، لكن الموضوع مش بيوم وليلة حتجيب النتيجة. أبرز التغييرات اللي شفناها بالتغيير الهجومي إنه برشلونة لما بلش يصعد بالكرة ويقرب على الثلث الثاني، بتشوف الأجنحة الاثنين ديست وديباي مثلا، لما كان ديباي قبل كوتينيو، أو ديست وكوتينيو بروحوا كثير بعيد لجهة خط الملعب عشان يوسعوا عرض الملعب من اليمين لليسار. ثم هذا الجناح بينتظر كرته، مثلا نفرض كوتينيو على اليسار بينتظر الكرة تقرب، لما تجي له الكرة بيستنى شوي لعند ما يجي له مثلا جافي مع ألبا، فبصير في مثلث، في كثافة عددية على اليسار. هنا ببلش الكرة تدور بشكل أسرع، محاولين يدخلوها منطقة الجزاء. في هذه اللحظة بيكون الجناح الأيمن عم بيدخل منطقة الجزاء وبيزيد، يعني دست عم بيزيد في منطقة الجزاء، لأنه خلص صارت الجبهة اليسرى هي المشغولة إنها تدخل الكرة منطقة الجزاء. والعكس صحيح، لو كان على الكلام على اليمين من جيزا مثلا مع نيكولاس جونزاليس بيشبكوا مع بعض هناك، لكن هذه الخطة ضربها طبعا، ضرب أساس من أساسات نجاحها، انه لا ديست جناح ايمن ولا ديباي جناح ايسر ولا كوتينيو جناح ايسر تقليدي، فبالتالي تاثيرها او تاثير فكرتها محدود، بدك تنتظر تشوف ديمبلي وفاتي لما يرجعوا ونشوف التاثير. طبعا هذا الشكل او هذا توسيع رقعه اللعب بالجناح بهذا الشكل هو الاساس التقليدي كان لبرشلونه زمان، قبل ما تبلش فكره الاعتماد على الافراد كثير في الثلث الاخير مع ميسي ونيمار وغيره. هذا دائما ميزته او الفكره البسيطه للناس اللي بتحب تلعب بالكره هذه الاستحواذيه ويقربوا الكره على الثلث الاخير بالتدريج، فكرته ببساطه انه لما الجناح يسلم الكره في ذلك المكان وعنده خيارات تمرير، دائما عنده اكثر من فكره يكون فيها مصدر خطر، اما يلعب عرضيه، اما يراوغ، او يلعب 1-2، او هو يلعب مع لاعب الوسط 1-2 مثلا، فبالتالي بيكون في افكار كثير تقدر تعمل فيها الخطر على الاطراف، والاطراف عند الخصم دائما بتحسش فيها كثافه عدديه كافيه، فممكن تفاجئهم بانه عندك 3-2 وتقدر تدخل منطقه الجزاء. بس زي ما قلت طبعا فكره هذا المثلث والكثافه العدديه والجناح توسيع رقعه الملعب انضربت بشكل بسيط، لانه ديست مش جناح ايمن ولا كوتينيو مستوى ولا هو اصلا جناح ايسر. بصراحه شفت فريق منتشر بشكل جيد، شفت مسافات اقرب، خيارات تمرير مستمره، شفنا شكل جيد لبرشلونه افضل من الشكل اللي ظهر عليه تقريبا معظم مباريات هذا الموسم. شفنا نيكولاس جونزاليس، جافي، إريك غارسيا بقدموا مباراه للعلم ممتاز جدا، واضح انه المدرب اشعرهم بنوع من الثقه بالنفس، او هم حبوا يوصلوا رساله انه احنا مش بس مشان كومان كنا نلعب، لا احنا بنقدر نعطي واحنا بنقدر نكون بالفريق الاساسي، لانه طبعا بيخافوا الان على وضعهم مع تغيير المدرب. بس جزء اساسي من نجاحهم انا حسيت اليوم فهمهم لادوارهم، عارفين شو لازم يعملوا، عارفين بكل موقف شو المطلوب منهم، واضح انه الشباب اليوم كانوا شاعرين بالثقه وايضا فاهمين دورهم. طبعا رغم اعجابي بحركات اجويرو وتحركاته بمنطقه الجزاء دائما،
بس ما كنت عم بحكي عنه لاني عارف انه اللي حيصير هذا اللي صار اليوم. طبعا صار بشكل مفاجئ، شيء مش متوقع مش مفهوم حتى اللحظه، يعني حتى التصوير، لكن كنت عارف انه اجويرو باي لحظه ممكن ينصاب، باي لحظه ممكن يطلع. طبعا نتمنى له الشفاء العاجل. طبعا حكيت في حلقات ماضيه انه مشكله برشلونه الان لم تعد فنيه، اصبحت بثقافه وجينات هذا الفريق، انه يتفاجئ، انه يخسر، انه ينصدم، وبتحسه انه يعني متصالح مع الحقيقه هذه. فالمدرب اللي بده يشتغل ما حيكفيه يومين عشان يشتغل على الناحيه الذهنيه، يطلع هذا الخوف، هذا الرعب. بتذكر كلوب لما جاء على ليفربول بعد سنوات من الفشل كان دائما يتكلم يقول لازم اغير العقليه. الاداء شيء والعقليه شيء، والعقليه هي الاهم بالنسبه لي عشان افوز. وبالتالي المساله بدها وقت عشان تطلع العقليه اللي اتلبست برشلونه بالفتره الاخيره وترجع عقليته الطبيعيه، العقليه الانتصاريه. وطبعا واضح انه المشكله البدنيه يعني ما زالت هي هو الدليل انه حتى بعد التبديلات اللي صارت شفنا الفريق عمل اكثر من تبديل. ومن بارك للاعبنا عبد الصمد يعني مباراه اليوم لبرشلونه، وشفنا عم بنزل بالدي، عبد الصمد ريكي بوي، وبتحول الفريق لما يشبه 4-2-3-1. ورغم ذلك تقريبا من الدقيقه 61 لنهايه المباراه ولا تسديده على حارس المرمى. نرجع نحكي مساله العقليه، الفريق بعد ما تلقى التعادل كانه عمل هالفرصتين، صنع هالفرصتين ضاعوا. طبعا جابي ونيكولاس جونزاليس صنعوهم لديباي ضاعوا، الفريق طلع من اللقاء. التبديلات ما جابت نتيجه لانه لسه المدرب مش عارف قدرات لاعبيه. وبلس شيء ثاني مهم جدا، اللاعبين معظمهم بيرهقوا بسرعه نتيجه انه في مشكله بدنيه بهذا الفريق وما راح تنحل ايضا بيوم. بقدر احكي اني شفت سيرجي اليوم بيشتغل على فلسفه النادي، على شكل النادي اكثر من افكار الفريق الهجوميه والتفصيليه. والدليل انه الفريق استحوذ في الشوط الاول على 81% من الكره، سدد كره واحده فعليا من الكره تسديد ديباي الخطير عن جد. غير ذلك لم يكن هناك فرص، ما في افكار هجوميه جماعيه، ما في لاعب بيلعب مع بعض. يعني حتى الهجمتين تاعون ديباي اللي ضاعوا كانت مبادرات من لاعبين، ما كانت فكره جماعيه بمعنى الكلمه. وحتى الهدف تاع ديباي جاي ايضا بعد تناقل كرات، لكن ديباي قرر بنفسه وسدد وكان الهدف. وهنا دائما بنشوف عنصر المفاجأة في برشلونة، خلق فرص، لكن بدون ذلك برشلونة بيدور الكرة بشكل أنا وياك عارفين وين رايحة الكرة، عارفين هتروح هون حيلعبها عرضية أرضية، عارفين هتروح هون حيرجعها لورا. هذا التوقع الكثير لبرشلونة بيخليه دائما أسهل الدافع ضده بالفترة الأخيرة. والتوقع إما أفكار مدرب تيجي تجيب أفكار جديدة وخيارات جديدة يفكروا فيها اللاعبين مع بعض، او لاعبين خارقين عندهم قدرات مميزه. وحاليا برشلونه لا يملك الاثنين، لانه حتى لو سيرجي مدرب كويس لسه ما استلم عشان يغير. راح احكي عن هدف التعادل تاع الافيس. طبعا هي المشكله فيه انه اجى بعد 3 دقائق بسرعه، ومن اركان خبره الفريق انه بتعرف انه بعد الهدف لازم تضلك متقدم لو دقائق قليله، تحتفظ بالكره، تحرم خصمك منها، ما تستعجل، ما تحاول تبالغ. هنا برشلونه ما عنده هذه الخبره، يبدو الفريق اللاعبين معظمهم شباب اللي بخط الوسط، وبالتالي فرتت الامور. الكره بتذكرني باهداف اتلتيكو مدريد، دائما مدافعي برشلونه بيتحركوا متاخرين ثاني ثانيتين عن الخصم، بشوفوه بيركض بيركضوا بعده، بشوفوه بمرر بيتحركوا بعد التمريره، ما عندهم ذلك المدافع اللي بيتوقع صح او اللي بوقف الطريقه انه يسكر عليك الخيارات. عندهم هذه المشكله واضحه جدا، رغم انه إيريك غارسيا قدم مباراه كويسه، لكن الفريق كله يفتقر لهذا النوع من قلب الدفاع. نروح على الاحساس اللي عندي. شفتوا تصريح نائب رئيس برشلونه رافايوستي قبل المباراه، وقال لك تشافي مش الخيار الوحيد اللي عندي. ايضا في تصريح طلع قبل يوم او يومين لاتيباس، طلع قال لا برشلونه معاه راتب يجيب المدرب اللي بده اياه، وكانه وصله كلام انه لابورتا بده يقول الرابطه ما سمحت لي اجيب مدرب براتب كويس. ثم عندنا مثال صار واضح من اول ما عاد لابورتا، وهو الرجل ملك العوده عن كلامه، واخرها طبعا كانت انه انا داعم كومان، بغض النظر انه كومان بيستاهل ينقال، لكن انه قال لك لا كومان حيكمل معنا واحنا معجبين بعمله. مبارتين قال له السلام عليكم، وميسي وقصص كثير لابورتا رجع فيها عن كلامه. فانا كان عندي احساس لو سيرجي برخوان فاز اليوم وفاز بكل المباريات حتى الجوله الدوليه حيجدد له وحيقول هو مكمل معنا لنهايه الموسم، وفعليا حيكون هدفه الحقيقي انه هذا راتبه اقل. ثانيا حيتصرف بالمشروع زي ما بده، مش حيجي له تشافي يحط عليه شروط، وحيفرض اسماء اللي بده اياها، وحيطبق رؤيته هو كرئيس نادي، والمدرب بشيل المسؤوليه، وسيرجي مضطر لانه هاي فرصه احلامه. والشيء الثالث والاهم انه هو لو نجح سيرجي برخوان وطلع مدرب الممتاز، هو نفسه حيبيع نفسه فكره انه انا اللي جبت هذا الرجل، من باب انه انا صح. والترويج الاعلامي سهل هالايام في كتالونيا، وسهل هالايام في مدريد، في كم من صحفي معروفين هذول لمين وهذول لمين. كل راس مالها الفوز الجاي وتبلش التعليقات، لم نشاهد مثل هذه كرة القدم منذ 10 سنوات، ولم نستمتع منذ 20 سنة، والكلام هذا وبيمشي الموضوع وبيوقع المدرب. ما بقول انه سيرجي ما بيستاهل، وما بقول انه بيستاهل، بس بقول انه عندي شعور
انه لابورتا حتى اللحظه مش 100% حابب يجيب تشافي، والدليل تصريحات اليوم. وعندي ايضا شعور انه حابب يجرب مره ثانيه في مدرب ما عنده خبره، عملها زمان مع ريكر اللي كان اصلا مهبط فريقه بهولندا وزبطت، وبعدين مع جوارديولا اللي بدون خبره مدرب وزبطت. فما بالك الان هو ممكن حاب يعيد هذه الفكره، شعر بنفسه انه صاحب القرارات الصحيحه. بنوصل هنا لنهايه الحلقه، كنت معكم انا محمد عواد، موجود فيسبوك وتويتر انستغرام، وضروري جدا تتابعونا على يوتيوب في سيلفي سبورت، والسلام عليكم ورحمه الله.